السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الدرس ديال الهندسة المستوى الثاني إعدادي. غادي نشوفوا الدرس ديال تيوغيم دو بيتاغور. أشنا هي مبرهنة البيتاغورس باللغة العربية؟ غادي نحاولوا أننا ندرسوا لا ديفينيسيون ديالها، ومن بعد ندوزوا ليزيكزومبل، ومن بعد نشوفوا تطبيق. اللي ما فهمش شي حاجة خلي ليا في لي كومونتير الأسئلة ديالكم وإن شاء الله نجاوبكم. نبدأ على بركة الله. عندنا لا ديفينيسيون كتقول لنا سي أن تريونجل، يعني فاش يكون عندنا واحد تريونجل. تريونجل هنا هي مثلث. اي ريكتونجل يعني فاش كيكون عندنا مثلث قائم الزاويه. فاش كيكون مثلث قائم الزاويه، هاد ريكتونجل ملي كنجمعها مع تريونجل يعني كتعني انه قائم الزاويه. داكوغ. لي بوتينيوس خصكم تعقلوا عليه مزيان لانه هو اللي داير عليه هاد الدرس كامل تقريبا. البوتينيوز ملي كيكون عندنا مثلث قائم الزاوية مثلا هو هذا، البوتينيوز هو اللي مقابل معاه مباشرة، ماشي هو اللي حداه وماشي هو اللي في جنبه، وباللغة العربية هو الوتر. صافي، ركزوا مزيان شنو كنقول لكم حيتاش هذا هو الأساس ديال الدرس. الو، هاد البوتينيوز اشنو كيساوي لنا؟ كيساوي اي ايغال على سوم دي كاري، كيساوي لنا المجموع ديال كلهم غادي نرفعوهم لي كاري. كلشي هاد لي لونغور غادي نرفعوهم لي كاري. داكوغ. دي دو زوتخو كوتي يعني كيساوي لنا المجموع ديال الكاري ديال لي زوتخو كوتي، الاخرين اللي ملاصقين مع الزاويه القائمه، لي كوتي بجوج اللي ملاصقين مع الزاويه القائمه. داكوغ. اوترومون ديت، بطريقه اخرى، سي ا بي سي، ملي كيكون عندنا ا بي سي ان تريونغل ريكتونغل مثلث قائم الزاويه، خاصنا نقولوا فين مثلث قائم الزاويه، اش من نقطه فاش قائم الزاويه. باغ اكزومبل هذا المثلث قائم الزاويه في النقطه بي. داكوغ. الوغ هنا اون بي. الوغ كيفاش غادي نديرو تنطبقوا هاد مبرهنات البيتاغور؟ كاين عندنا قاعده كتقول لنا بان الضلع المقابل اللي هو الوتر اللي هو البوتينيوز اش كيساوي لينا؟ السي باغ اكزومبل هو هذا ياك، او كاري ايغال الضلع اللي حداه او كاري بلس الضلع الاخر اللي حدا الزاويه القائمه او كاري. كلشي كنرفعوه لاو كاري ملي كنبغيو نحسبو. داكوغ. غادي نطبقو هاد القاعده على المثلثات الاخرى. انتبهوا مزيان، مثلا فاش كيتغيرو عندكم النقاط ما تبقاوش تلفو. فين هي الزاويه القائمه هنا؟ بطبيعه الحال هي هادي. ملي كتكون عندنا الزاويه قائمه هنا، شكون هو ليبوتينيوز؟ هو هذا. داكوغ. دونك هذا اشنو يساوي لينا؟ هو سي دي او كاري، ما تنساوهاش. داكوغ. ايغال دي اي او كاري بلس سي اي او لا او سي او كاري. داكوغ. هذا مثلا باغ اكزومبل قالوا لك حسب ليا هاد بي سي، ما غاديش نجيو نديرو ا سي بلس ا بي ونقولوا انهم راه كيساويهم. باغ اكزومبل نديرو هاد الكتابه بي سي ايغال ا سي بلس ا بي باغ اكزومبل، هادشي راه غلط. داكوغ. ودائما ضلع الوتر هو اللي كيكون اكبر واحد فيهم. هادو غير ملاحظات اللي كنشوف كنلاحظهم في التلاميذ بزاف كيكتبوا فيهم، كنعطيهم لكم كملاحظات باش ما توقعوش في نفس الغلط. ندوزو دابا الغلط الاخر اللي كيوقعوا فيه التلاميذ، هو مثلا كينساو ليا الاوكاري. راه ملي كتنساو الاوكاري راه ما بقيتوش كتطبقوا هاد المبرهنه. داكوغ. ضروري من الاوكاري كلهم كنرفعو تمنين الاوكاري حتى الاخر، عاد كنحيدو الاوكاري وكنديرو شحال كيساوي لينا. باغ اكزومبل المثال الثالث، عندنا المثلث قائم الزاويه فين؟ في ا. دونك اشنو غادي يساوي لينا؟ شكون هو؟ علاش نقلبو؟ نقلبو على هذا. دائما السؤال كيطرح لنا على هذا. دونك بي سي او كاري ايغال ا سي اولا سي ا باش ما تلفوش، سي ا هي راه نفس الحاجه بلس ا بي نكون لو كاري. كنظن ان هذا الشيء واضح مزيان. مهم كما قلت لكم اللي عنده شي تساؤل يخلي ليا في الكومونتير باش نجاوبكم عليه ان شاء الله. دابا غادي ندوزو باش نخدمو واحد التطبيق او لا جوج باش تفهموا اكثر. الو، شنو كتقول لنا لابليكاسيون ديالنا؟ سوا ا بي سي
ان تريونغل مثلث ريكتانغل قائم الزاويه. حتى لهنا ما عندناش معلومات كافيه، خاصنا ضروري اون يعني فين قائم الزاويه، مثلث قائم الزاويه. ما يمكنش نقول ا بي سي مثلث قائم الزاويه، واش قائم الزاويه في ا ولا في بي ولا في سي؟ ضروري خصهم يقولوا لنا فين كاين، وحتى نتوما في الريبونس ديالكم خصكم توريهم هاد النقطه هذه، تعاودوا تكتبوا لهم فين قائم الزاويه. تلك يعني عندنا باعتبار او لدينا ا سي كتساوي 3 سنتيمتر، يعني الضلع ا سي كيساوي لنا لونغور ديالو 3 سنتيمتر، ا بي كيساوي لنا 4 سنتيمتر. نفس الشيء الضلع ا بي كيساوي لونغور ديالو 4 سنتيمتر. اشنو طلبوا منا؟ كونستروير لا فيغور، يعني انشئ الشكل. داكوغ، اول حاجه غادي نديرو نتوما بطبيعه الحال غادي تستخدموا الادوات الهندسيه ديالكم. هنا غادي نديرو بحال هكا زاويه قائمه فين النقطه ا، وهنا نديرو بي سي. هنا غادي تحسبوا شحال اللي درتو فيها 4 سنتيمتر، والاخرى غادي ديروا فيها بطبيعه الحال حسب المعطيات 3 سنتيمتر. AC 3 سنتيمتر، AB 4 سنتيمتر، غادي نبقى لكم BC اللي هي كنقلبوا عليها. دونك غادي ندوزو السؤال الثاني، كالكولي BC. لاحظوا معايا كالكولي BC، غادي نقولوا هذا السؤال الاول، ياك هذا السؤال الثاني. اشنو غادي نكتبوا؟ انا لدينا ياك A, B, C, triangle, rectangle, دلت قائم زاوية on A في النقطة A. D'accord. Alors, d'après, إذن باعتماد أو على حسب d'après la théorème de Pythagore. اش معنى عندنا حسب لا théorème de Pythagore؟ شنو قالوا لينا؟ هنا اننا باش نحسبوا هذا خاصنا نديروا لا صوم ديال هادو بجوج، المجموع ديالهم، ولكن كلشي كنرفعوا لو كاري. دونك اشنو غادي يكون عندنا؟ PC au carré, d'accord, égal AB au carré plus AC au carré. غادي نجيو باش نعوضهم. PC au carré égal. هنا نكتبو alors ولا donc قبل AB au carré 4 سنتيمتر. بيان سور ما نساوش انها او كاري، وما نساوش اننا كنديرو 4 فوا 4 ماشي 4 فوا 2، كنبقى تلان دايرين لنا 4 فوا 2 بلس 3 او كاري نفس الشيء. داكوغ، دونك اشنو غادي يساوي لنا؟ PC au carré égal 4 au carré 16 plus 3 au carré égal à 9. Donc PC au carré شحال تساوي لينا؟ 25. ملي وصلنا لهاد النتيجة ما غاديش نخليوها بحال هكا، حيت هما طلبوا منا PC، دونك راه ما طلبوش منا او كاري، هنا محسوبه او كاري، دونك غادي تكون عندنا PC. غنحاولوا أن نكتبها بعيدة شوية. BC إيغال شحال؟ غادي تكون عندنا هي 5. علاش 5؟ حيتاش هو العدد اللي رفعناه لأوكاري غادي يعطينا 25. دونك BC إيغال 5. اللي ما فهمش هاد الطريقة أو هاد الأعداد كيفاش كنحسبوهم يخليها لي في لي كومونتير، باش نحاول أنني نشرح لكم الدرس ديالهم بوحدو. وإلى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.